أسألك بقى على العقوبات، عقوبات اللي تم توقيعها عقب مباراة السوبر. البعض قال إنه الكابتن محمد فضل اتدخل في هذه العقوبات، البعض قال إنه قال لا لا تم توقيع عقوبات على لعيبة النادي الأهلي بالشكل الفلاني، البعض قال لا ده الكابتن محمد فضل بيتكلم كده أو عمل عقوبات دي على الزمالك تحديدًا. اشرح لنا الموضوع. ولا تدخلت ولا أقدر أتدخل ولا لا يمكن أتدخل. خلي بالك أنا أبويا الله يرحمه كان رئيس محكمة يعني، واخويا وجدي ويعني العيله كلها يعني فانا عارف كويس قوي احترام القانون واحترام القضاء، فانا لا يمكن اتدخل. بعدين انت عندك المستشار سيد البنداري واللجنه ناس محترمه جدا. انا هتدخل اقول لواحد مثلا معلش سمحت حط ده ولا ده؟ مستحيل مستحيل. فعشان كده انت خلي بالك انت بتلاقيني يا ابراهيم يعني بحاول ما اتكلمش، بحاول ما اصرحش، انا عاوز اشتغل. مش هفضل قاعد كل شويه ابص على انتقادات وابتدي اقعد اعالج الامور. الكلام ده بياخد منك بجد طاقة، بيحولها من طاقة إيجابية لسلبية كتير قوي. فأنت في الآخر حاجة من الاتنين، يا تقعد كل خطوة ترد تفضل ماشي على طول. إحنا قلنا من أول يوم يا جماعة هل إحنا لينا أي يعني إحنا لينا أي غرض؟ إحنا جايين لجنة تدير الكرة المصرية، هدفنا إن إحنا نعمل كل حاجة كويسة. هيجي لك ناس كتير جدا هتنتقدك، أنت النادي الإسماعيلي في بعض الأوقات بينتقدك، النادي المصري بينتقدك، النادي الأهلي بينتقدك، نادي الزمالك بينتقدك. هل أنا دوري إن أنا كل حد يجي يحصل حاجة أحاول أصلح؟ أصلح من وجهة نظره ولا أخد قرار؟ اللي بيدير ما بيخافش. إحنا بنقعد كلجنة والله ما في أي ألوان، بنقعد فعلا ناخد قرارات وبنحترم الناس كلها. وبعدين هدفنا إحنا مساعدة الأندية، مش إن أنا أجي أعذب حد ولا أخد قرار. ما بيبقاش فيها توازن ما بين إن الأستاذ عمرو الجنايني زملكاوي ومحمد فضل أهلاوي. عيب إبراهيم، عيب طبعا. مستحيل مستحيل. أنت بتتكلم في كرامة يعني. أنا هاجي مثلا هاجي أقول والنبي فلان ياخد عقوبة وقدامه مين ياخد؟ مستحيل. ممكن تشرح لي الآلية اللي وقعتوا عليها العقوبات؟ الآلية مش إحنا. هي دي النقطة اللي أنا بحاول أفهمها الناس. لجنة الانضباط، أقول لك على حاجة، أنا كنت بعمل مداخلة مع سيف زاهر والله ما كنت أعرف العقوبات. أول ما قفلت لقيت العقوبات، حتى كنت يعني قفلت بتفرج على سيف وحياة ربنا عرفت العقوبات. إحنا ملناش دخل. طيب الآلية اللي وقعت اللي بناء عليها وقعت لجنة الانضباط العقوبات؟ طبعا الأحداث على فكرة أنا كنت عامل الاتفاق بتاع طبعا ماتش السوبر، كان موجود المستشار سيد البنداري في وطبعا المستشار عادل السرباجي في الاستاد، كانوا موجودين في الاستاد. طبعا كانوا موجودين في ابو ظبي. دي حاجه. الحاجه الثانيه في اسطوانتين، هم يعتبروا من شهود العيان يعني. وبعدين في اسطوانتين بقى، خلي بالك انا كنت في الملعب في حاجات ما شفتهاش اصلا. وفي حاجات استاذ عمرو ما شافهاش، في حاجات الدكتور احمد عبد الله ودكتور جمال ودكتوره سحر، في حاجات فعلا ما اتشافتش. ان انت الليفل بتاعك انت كنت في الملعب ماشي، وانا نزلت قبل الاحتفاليه او قبل الماتش ما يخلص بحوالي 10 دقائق ربع ساعه، عشان برضو انت بتحافظ على النظام يعني. هم استندوا الى اسطوانتين، وده اللي حصل برضو المشاكل. وفي الاخر الحمد لله الناس هجمتني، في الاخر طلعت صح ووريت الاسطوانه وطلعتها. يا جماعه يعني عيب عيب بيبقى واحد ما عندوش غرض وطالع بيقول كلام ويعني طلع انا زعلت، وقلت انا زعلت من بيان النادي الاهلي ان البيان طلع فيه ان هو يعني انا كذاب. طب الاسطوانه اللي طلعت في الاخر يعني صادق مليون في الميه. انا طلعت قلت ان الاسطوانه دي من قناه ابو ظبي، حلو، ده في اسطوانتين، في اسطوانه من قناه ابو ظبي اللي هو كان بينقل الحدث، وفي اسطوانه بتاعه الفار اللي 16 عربيه 16 كاميرا مختلف الزوايا. انتوا خدتوها من مجلس ابو ظبي، ما خدتوهوش من القناه، وبالتالي هو ده اللي عمل شويه. يا ابراهيم انا موقع مع مين؟ لا ما فيش اي سوء تفاهم خالص. انا وقعت مع مين؟ مجلس ابو ظبي الرياضي. كويس. الحكومه الاماراتيه يعني مجلس ابو ظبي الرياضي، ابو ظبي للاعلام هي بتملكهم، هما الاثنين جايه واحده. ابو ظبي الاعلام بيملك قناه ابو ظبي. الاسطوانه مكتوب عليها ابو ظبي الاعلامي، هستلمها من مين؟ اللي انا موقع منه بعد المباراه. طبعا بعد المباراه على فكره زي بالظبط مثلا ايه القناه الاولى والتلفزيون المصري. انا هروح استلم منين؟ التلفزيون المصري. يعني بس يا جماعه انا اخذت الاسطوانه بتاعت القناه الاولى. لا انا بقول ليه حصل سوء تفاهم، لانه ما فيش سوء تفاهم حصل. خلي بالك لا ما تخلينا، لا ما انت اتهاجمت ليه؟ ما انت اتهاجمت عشان سوء تفاهم، علشان في حد وصل. لا عشان في جانب الاستاذ يعقوب السعدي وصل حاجه غلط. بس هو ده وعلى فكره انا اللي زعلني حاجه واحده بس، انا كابتن خطيب ده قيمه وقامه كبيره جدا. ده اللي حبيبني في الكوره يعني وعلاقتي بيه كويسه جدا. فكابتن خطيب لما كلمني انا شرحت له الموضوع، فاللي زعلني ان في الاخر البيان طلع بعد ما انا شرحت. ولكن في الاخر بص، يتبقى النادي الاهلي هو النادي الاهلي يا ابراهيم. حصل سوء تفاهم، حصل اي حاجه، في الاخر الواحد صادق الحمد لله. هو ده اللي يفرق معايا. انا مش لازم انتقد حد، انا في الاخر عندي الامانه تقتضي ان انا قلت حاجه انا مش طرف فيها اصلا. خلي بالك يعني انا سئلت، هما زي ما انت بتسالني مستندين على ايه، قلت اسطوانتين. وهقول لك على حاجه الدليل. طيب احنا طلعنا بيان قبل ما النادي الاهلي يطلع بيان ان يا جماعه في اسطوانتين، ولو حد عاوز يجي يطلع على الاسطوانه موجوده. وعندك على فكره البيان موجود بنفس التاريخ. كويس.
والنادي الاهلي جه طلع على الاسطوانه على فكره وشافها. طب ده يدل على ايه؟ على فكره النادي الاهلي طلع على الاسطوانه، شاف الاسطوانه اللي هي ال 16 كام انا بقول عليها. فالواحد الحمد لله صادق مليون في الميه. ممكن الناس ما تبقاش متعوده ان الواحد يبقى صادق ما يقولش الكلام اللي في قلبه. ممكن دلوقتي بقى الايام دي ان انت دايما لازم تبقى دبلوماسي شويه، بس انا مش هتغير، فاهم؟ مش هتغير. طيب بسالك في جزئيه بعينها بقى عشان نرجع تاني للموضوع بتاع لجنه الانضباط، هل اخذ بروايه محمد فضل بما انك كنت موجود في الملعب؟ خالص. طب ازاي يعني عضو اللجنه الخماسيه وموجود في الملعب ما بيتسالش؟ انا عاوز اقول لك ان انا اصلا رجعت يوم اللي اتحكم فيه. انا قعدت في ابو ظبي اصلا، كان معايا مراتي وليه يعني لجنه الانضباط ما سالتكش؟ ولا بقول لك ما حصلش ان في اصلا كلام معاهم. طيب يعني ما هو مصير الاستئناف او اللجنه يا ابراهيم؟ الناس مش متخيله، الناس فاكره ان عضو مجلس اداره ده يعرف كل التفاصيل. انا ما اعرفش يا سيدي الفاضل، الناس على هكذا جبلت الامور. ما هو ده مش حقيقي. طول الوقت كنا بنسمع اصل فلان الفلاني دخل عند فلان الفلاني، فلازم بطبيعه الحال احنا غيرنا الاليه. خلي بالك ده مش انتقاد لاي حد خالص، احنا غيرنا الاليه بقى دلوقتي عندك كل لجنه مستقله بذاتها بتطلع. انا في الاخر بعرف القرار النهائي يعني. ولا الاستاذ عمرو الجنايني كان عارف؟ والله ولا حد عارف. انت على فكره مش مصدقني، والله ولا حد عارف. انا كنت في دبي، كنت يعني حتى كمان انا كنت قاعد في دبي بروح ابو ظبي، وكان معايا مراتي وولادي. رجعت دكتور احمد عبد الله رجع بعدها بيومين، دكتوره سحر رجعت تقريبا تاني يوم، دكتور جمال، استاذ عمرو برده رجع تقريبا قبلها بيوم او يوم، يعني اليوم اللي انا رجعت فيه. انا فعلا دي حقيقه. اسال يعني. طب لو لما اختاروا السيد رئيس لجنه الانضباط القاضي المحترم السيد البنداري، المستشار سيد البنداري، المستشار سيد البنداري، لما اخبروا بالعقوبات ما قالوش طيب نقللها شويه؟ ما قالوش طب نحط يعني؟ ما بقولك ما بتدخلش فعلا. ما تدخلش فعلا؟ لا ما تدخلش. انا اتدخل ازاي يعني؟ ما هو خلي بالك لو انا اتدخل يبقى انا جايبه ليه؟ يبقى انا ما بحترموش. وده مستحيل يعني. بقولك انا طالع من بيت يعني الحمد لله يعني بيت قانوني، بفهم كويس قوي، بفهم في الاصول. وبعدين كلنا كلجنه الحمد لله الناس كلها محترمه جدا وافاضل، مفيش حد بيتعدى اختصاصاته يعني. حتى ما استاذ عمرو بيكلف حد بمهمه مفيش حد بيتدخل. ممكن اسمع منك رايك، لكن بدل انا اخدت المهمه دي انا بخلصها من الاول يعني من الالف للياء يعني.